بالنسبة أنا كأستاذ مكافحة حيوية بالمركز القومي للبحوث، أنا عملت الدكتوراه بتاعتي على مكافحة الآفات باستخدام الفطريات. بفضل الله سبحانه وتعالى عزلت مجموعة من الفطريات اللي هي أقدر استخدمها في مكافحة الآفات بعيدا عن المبيدات، بإشراف أساتذتي في كلية الزراعة جامعة القاهرة، الأستاذ الدكتور منصور ربيع، الأستاذ الدكتور جمال السويفي، الأستاذ الدكتور رمضان عبد القادر، الأستاذ الدكتور صلاح النجار، يعني مجموعة، والأستاذ الدكتور إجلال في معهد الوقاية، مجموعة كبيرة جدا. قدرنا نعزل مجموعة من الفطريات المريضة للحشرات نكافح بيها الآفات بتاعتنا ده بعيدا عن المبيدات، وبالتالي نبقى قللنا من الكانسر اللي بقى يعني حاجة. الأطفال دلوقتي تصاب بكانسر بسبب الاستخدام المبيدات وغيرها من المواد المسرطنة وإلى آخره. فأنا بنصح بالنظر أو أدي نظرة قوية جدا لاستخدام الفطريات، وأنا مستعد استعداد كبير إن أنا أنتج كم كبير جدا من الفطريات ويبقى ده بديل للمبيدات، وده طبعا بس ينقصه التوعية للمزارع و إلى آخره، تبقى الأمور أفضل بكتير من اللي احنا فيه إن شاء الله.